أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي بودينج الفول والكراميل والمقادير. بالنسبة للكراميل هيكون كوب سكر، وبالنسبة للبودينج هيكون 2 كوب لبن، 2 كوب كريمة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، نص كوب سكر، و1 كوب دقيق الفول. هنبتدي بأننا هنحط السكر اللي هنستعمله في عمل الكراميل على النار، وهنخليه على النار. هيبتدي يعمل كراميل شوية شوية، وكل شوية نرجع له، ولما يبتدي الطبقة اللي تحت تدوب هنقلبها كده بالحلة لحد ما كله يتحول إلى كراميل، وهنحطه كطبقة في الأول في الصينية اللي هنستعملها نحط فيها البودينج. والبودينج ده احنا مش هندخله الفرن، احنا هنعمله كله على النار. هنجيب الكريمة ونحط معاها السكر، الفانيليا، وهنحط دي الفول، ونتأكد ان الفول كله داب في الكريمة، وبعدين هنضيف اللبن زي ما احنا شايفين. الطبقة الأولانية في السكر ابتدت تتحول لكراميل. نخلي بالنا من الاثنين، ما ننساش ده وما ننساش ده. طبعا البودينج لازم نفضل نقلبه على طول علشان ما يلزقش، ولما يوصل لتخانة البشاميل أو أتخن شوية يبقى كده هو جاهز. وطبعا السكر بتاعنا عارفين لما كله يدوب ويبقى بلون الكراميل يبقى كمان هو جاهز. السكر قرب يجهز، وكمان البودينج ابتدى يتخن شوية، وأول ما يبتدي يغلي هيكون تقريبا خلاص بقى جاهز. اوكي، السكر كده جاهز، وممكن أحطه فيه الصينية. والبودينج تقريبا جاهز، او زي ما احنا شايفين خلاص بقى تخين، وصل تقريبا للملمس بتاعه، ابتدى يغلي. هو ده الملمس اللي احنا عايزينه، هنشيله من على النار وهنبتدي نحطه فوق. الكراميل وهنسيبه لما درجة الحرارة بتاعته تهدى خالص وتوصل لدرجة حرارة الغرفة، وبعد كده هندخله التلاجة علشان يجمد ويبرد. نخلي بالنا عشان طبعا هيبقى سخن قوي، وبعد كده هنقلبه في الطبق ونقدمه.